في كل يوم من رمضان تصلنا بدعة رافضية من كتابهم المسمى بضياء الصالحين، يقولون هذا هو دعاء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وهذا يصلنا عبر وسائل التواصل والتقنية، ويستقبله للأسف بعض شبابنا وبعض بناتنا، ثم ينشر هذه الأدعية دون تروي ودون تثبت. يقولون في دعاء اليوم الأول: اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، إلى أن قالوا فيما قالوا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: يعطى ألف ألف حسنة، يعني يعطى مليون حسنة. المصدر ضياء الصالحين. قالوا هناك الدعاء الآخر في اليوم الثاني من شهر رمضان: اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا فيما قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأها يعطى في جميع عمره في كل سنة عبادة سنة من حيث الصيام ومن حيث القيام. المصدر ضياء الصالحين. ثم ذكروا دعاء اليوم الثالث والرابع والخامس إلى نهاية الشهر، وهذا الكتاب المسمى بكتاب ضياء الصالحين هذا لرجل ألفه وهو محمد صالح الجوهرجي، وهذا الكتاب تعظمه الرافضة، وقد طبع في إحدى طبعاته في النجف، مما يدل على أن هذا الكتاب كتاب من أهل الرفض، وهؤلاء ينشرون البدع بين المسلمين لكي يميتوا السنن، وبالتالي يصبح المسلم حينها هائما حائرا من جراء هذه البدع. فالحذر الحذر، فإن الرافضة كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى هم أكذب الطوائف على شرع الله عز وجل. أما أن نأخذ كل ما يرد إلينا ونرسل كل ما يصل إلينا فهذا من الخطأ المبين، فلنتق الله عز وجل حتى لا نبوء بالإثم، ونحن نريد الأجر ولكننا نقع في الإثم من حيث لا نشعر.